ندعو صانع الأمل طبيب الفقراء الدكتور مجاهد مصطفى ليشرفنا على المسرح كي يطرح عليه الإعلامي القدير عمرو أديب السؤال أمام الجمهور. أخي الفاعلية دي بتحسسنا إن إحنا لازم نعمل أكتر، بتحسسنا اللي بيعمله الشيخ محمد بن راشد ده بيحسسنا إن في ناس بتعمل أشياء عظيمة ولازم كلنا نعمل أكتر. الراجل ده عظيم، الراجل ده عمل حاجة جميلة، وهو ده الهدف من المبادرة اللي إحنا فيها. دكتور مجاهد 30 سنة وانت بتعالج الناس بثلاثة ساخ، ما جاش يوم قلت اشيل القرش ده لأم مصطفى لأبو مصطفى للعيل الصغير، اشيل حاجة للعيال، ما قلتش اخلي حاجة لنفسي بعد 30 سنة. هو الحمد لله، اولا الواحد لسه هيستمر ويدي لغاية اخر يوم في حياته لسببين. نمرة واحد، شفت ثمرة الجهد اللي اتعمل على 30 سنة. طلبة اتعلمت وأطباء تخرجوا وأساتذة ومدرسين محاميين، حاجة تفرح. الناس اللي انت ساعدتها تخرجت بقت حاجة تفرح، دكاترة ومهندسين وحاجات تاني. أما السبب التاني وده الأخص، أن ربنا سبحانه وتعالى عوضني في أولادي. معي 7 أطباء، أولادي 7 أطباء، وليسوا أطباء عاديين، بل هم أساتذة في كلية الطب، منهم أساتذة نساء وأساتذة بطنة. 7 أولادي، 6 بنات ومحمد. 6 بنات دكاترة، ودكاترة صوبر أساتذة في الجامعة، والحمد لله. وهم وعدوني ووعدتهم واشركتهم في المشاريع بفضل ربنا. هم كلهم دلوقتي، طبعا انا نكشف ب10 جنيه، مفيش حد يكشف ب10 جنيه ابدا. هم بيكشفوا، بس بيكشفوا غالي، بس فلوسهم برضو بتروح للمشاريع بتاع ابوهم، وفرحانين جدا وانا فرحان جدا. كل ما اشوف عيل يتيم، اسعد حاجه في الدنيا، ولا أرض ولا عربيات ولا عيال ولا أي حاجة أبدا. هذا ما عده البشر للبشر، هذا الصرح الكبير وهذا الجموع الكبيرة، هذه الجموع الكبيرة، هذا ما عده البشر لتكريم البشر. فما لكم بما عده رب البشر لتكريم البشر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.